اختراق آليات عسكرية سورية الحدود اللبنانية في عرسال لم يمر مرور الكرام في معراب، بحيث رأى فيه رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع خرقا لسيادة لبنان أرضا وشعبا وجيشا. شاطرين بس البعض بالشعارات وشعب وجيش ومقاومة، طيب وينني هلا هودي تبع هالشعارات؟ اللي صار وكأنه لبنان أرض سايبة، وهيك الإخوان بالنظام السوري قدروا سمحوا لحالهم أن يفوتوا آليات عسكرية ويدهموا بيتين لبنانيين بعد ما حدا منا عارف شو السبب، وطبعا ما بتصور معهم مذكرات لا دهم ولا تفتيش ولا توقيف ولا أي شيء من هالقبيل، مما يعد عمل عسكري بكل معنى الكلمة. يعني الضربة إذا أجتك من صديق مش معناتها، أو من شقيق مش معناتها بتبطل ضربة. شو ضربة العدو بس ضربة؟ ضربة ضربة. بهالمناسبة بدي أطلب من الحكومة اللبنانية، أول شيء لازم تبعت احتجاج شديد اللهجة خلال وزارة الخارجية أو السفارة السورية بلبنان للحكومة السورية الحالية. ماذا وإلا أنه بتكون الحكومة اللبنانية ما عم تقوم بواجبها، وبتكون كأنها مانا معنية. من جهة أخرى الجيش اللبناني بالقنوات الموجودة في يطلب من الجيش السوري أنه يا أخي يا إخوان اسمحوا لنا، لا بقى تجوا ما بقى تفتفوا على الأرض اللبنانية. جعجع رد على كلام رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون، الذي طلب من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة تمويل المحكمة من جيبيهما من دون أن يسميه. أنا بدي أقول له البعض أنه المحكمة الدولية مش أمر بيخص بيت المئاتي، ولا أمر بيتعلق ببيت سليمان، ولا حتى أمر بيتعلق ببيت الحريري بس، أو أمر بيتعلق ببيت التويني وبس، أو أمر بيتعلق ببيت جميل وبس. هذا أمر بيتعلق فينا كلنا سوا. وما يجي يقولوا هلا المحكمة الدولية مش عجبتهم، وطلع بالآخر المحكمة العسكرية بلبنان مش عجبتهم. طب أي محكمة بدنا نروح؟ عماد عون قال بالأمس إنه السبب رفضه لتمويل المحكمة الدولية لأنه لا يوجد اتفاقية بهذا الخصوص مع الأمم المتحدة، فبالتالي تمويل المحكمة غير شرعي. إيه بس هون هل هذا يحتل الشركة الحلبية؟ لا أنا بدي ذكر عماد عون من خلالك إنه أولاً في بروتوكول تعاون بين لبنان والمحكمة الدولية، في بروتوكول. هلا إذا العماد عون مبسوط منه ولا مش مبسوط، بلا في بروتوكول. طيب ما بالحكومة الماضية العماد عون ما كان موجود وصار تمويل المحكمة، والقبلة كمان نفس الشيء. قلت لي شو عادة ما بدأ هلا تيطلع أنه بطل في بروتوكول بالوقت يلي في بروتوكول، وأنه ما لازم تتمول المحكمة. جعجع على خلفية تهديد مقر الإسكوا سأل الحكومة وفريق قوى الثامن من أذار لماذا لا تحصل تصفية الحسابات الإقليمية إلا على أرض لبنان، وعندما سئل من جهة أخرى عن عودة الزيارات على خط بيروت دمشق أجاب هذا أمر لا يستحق التوقف عنده، وخصوصا أن النواب الذين يقومون بتلك الزيارات معروف شتئل، وزياراتهم بمثابة ورقة تين يحاولون تغطية عوراتهم بها. هذا والتقى جعجع السفير الفرنسي دوني بيتون ورئيس حركة التغيير إلي محفوظ.